مرحبا. أهلين دكتور. لك حدا عنا؟ أنا مريضة جاي أنفحص. سلامتك. شو وجعك؟ حلقي عم بجعني. يمكن التهاب، يمكن قريب، ما بعرف. سلامتك. قدر صار لك تعبانة؟ بدك تفحصني هون؟ بفحصك وين ما بدك. مالك قليل. أنا بضعف قدام الحلوين. بعدين اللي مثلك بيضلوا ببيوتهم والدكاترة بتروح تفحصهم. فيني أعرف اسمك؟ ليه؟ فضول. لين. اسمي لين. وأنا اسمي مروان. قليلي لين، بتحبي نشرب القهوة عندك وبفحصك عندك بالبيت بعيد عن ريحة الأدوية والدم. أهلين دكتور، تفضل. شكرا. هلا. حلو بيتك. تفضل. كيف قهوتك؟ حلوة. حلوة كتير. نكمل الفحص؟ تحت أمرك. لحالك؟ دائما لحالي. عجبتيني كتير. عجيبة غريبة وأنا ما بحب أتذكرها. بالمناسبة كل ما بحكيها بندم. خلص إذا بدك تندم لا تحكيها. لا، إذا ما حكيتها بندم أكثر. عم بسمعك يا سيدي. هاي المرة مرة عجيبة غريبة، مرة حلوة كتير وجذابة وقريبة من القلب. يعني أنا بعتقد ما في رجال ممكن يشوفها اللي يحبها. هلا أنا بهديك المرحلة كنت عايش حياة روتينية رتيبة كتير، وكان بدي شي يكسر هذا الروتين، وطلعت هي. بتصير مجنونة. أنا جاهز وزمانك. بس أنت متجوز. شو يعني؟ ما في بخيالك ما حدا غيري. أنت يا إلي لحالي يا لا. هي اسمها العلمية. يمكن. بس ما في بخيالك، قاعد وكان مش لاقيه.
عم تحكي معه، بتطلع بعيونه عم بتشمه. ريحتك، ريحتك علقت بروحي، علقت بعقلي، علقت بقلبي. كل روايح الدنيا صارت بشعة، ما عاد في غير ريحتك. كمل. ما بعرف، رحت لعند لين، حكيت لها انه مريم تركت البيت، زعلت كتير واكتئبت، ضليت شهر وانا راضيه. بعدين طلبت منها ان يتجوزها. وبعدين؟ بس بعد ما راحت مريم عشت مع لين اجمل ايام حياتي. ايوه، شو صار بعدين؟ كأنه كانت نهاية حزينة. فيك تسافري وتتركيني؟ بلا مروان رح سافر، هذا أمر واقع، قصتنا انتهت. ليه أنا بدونك بتكركب؟ روحي رح تفضى بدونك. لو سمحت مروان، شفتها من هداك اليوم؟ مرة واحدة. إمتى؟ حفل التكريم. كانت قاعدة بالزاوية ولابسة نظارة، حتى لون عيونها ما شفته. حاولت إني أشوفها. والله أنا حبيتها، حبيتها كثير. وهي كانت لعوب؟ بالعكس، هي حبتني وتعلقت فيي كثير. بدون أمل؟ يعني ما كان عندها أمل إنه تتجوزوا؟ بلا، كان ممكن يتجوز، بس مريم. شو بها مريم؟ مريم عندها حاسة شم عجيبة، مريعة. ليش شو صار؟ كذاب، عم تكذب علي. كذاب. مجنونة بعد ولا شيء؟ مروان واقف، مروان عم لك واقف. مروان شم؟ خلص بقى مريعة، شم عم لك؟ خلص خلص. هي الريحة أنا بعرفها كثير منيح، هي مو أول مرة ولا تاني مرة ولا ثالث مرة. إن شاء الله مفكرني هبلة. أنت فهمان الموضوع غلط. لا مو غلط، مو غلط بنوب. على فكرة أول مرة حبيتها للريحة، قلت بجوز شي مريضة من مريضاتك الفلتانات حاطة ريحة حلوة مو مشكلة. بس ثاني مرة لما شميت نفس الريحة عرفت إنه في شي، بس حضرتك ما كنت تذوق. ولك مريم،
لك انت من كل عقلك عم تحكي. ايه من كل عقلي. ليك مروان، بجوز تقدر تكذب وتقلي انك بريء، بس احساسي ما فيك تكذبه ابدا. احساسك غلط. لا مو غلط، لك حجر عينك متغير، اللمعة اللي كانت بعيونك راحت انطفت. لك مروان لا تلف وتدور، انا حافظتك بصم. انا رح اروح هلا على عيادي، عندي مواعيد، بس ارجع بنحكي. اذا ما رح نحكي هلا ما رح يصير خير بنوب. ولك شو بدك يعني احكي؟ شو احكي؟ تعترف انك عم تخونني. مالي عم خونك. كذاب. مريم كلمة تانية. شو؟ كلمة تانية شو؟ بدك تضربني؟ يا دكتور